هوائية ضمن عظام الجمجمة، الجبهين فكين والجبهين جبهين والجبهين موتدين، والجيوب الغربالية الخلايا الغربالية والخلايا الخشائية. ألو، السلام عليكم. هل الصوت واضح ولا سكر يا شباب؟ الصوت واضح؟ إيه حسين، إيه واضح. الجيوب الأنفية هي تجاويف هوائية وظيفتها تقريبا مجهولة، ولكن ممكن يكون لها دور في تخفيف الصدمات على الجمجمة، تخفيف وزن الجمجمة، ولها دور في ترطيب الهواء الداخل للصدر، أو ممكن يكون لها في أعطاء غنة ولحنها للصوت. كل جيب يبطن بغشاء مخاطي ولفوها، أصب المفرزات بشكل روتيني في الأنف، تطور الجيوب. الجيب الفكي يكون موجود عند الولادة ولكنه لا يظهر شائعا حتى الشهر الرابع أو الخامس من العمر. الخلايا الغربالية موجودة عند الولادة ولكنها لا تظهر شائعا حتى عمر السنة. والجيب الوتدي لا يشاهد عند الولادة ويظهر بعمر 3 سنوات. والجيوب الجبهية تظهر بعمر 5 إلى 6 سنوات. قد يحدث غياب خلقي في حالات متلازمة داون مثل داء بهجت ومتلازمة فات الدينار أو آفات الدم وقصور الدرق. إذا ممكن يصير في غياب خلقي أو عسر تصنف في الجيوب، خاصة أكثر شيء نشوفه بالجيوب الجبهية. وسائل التشخيصية المستخدمة من تشخيص آفات الجيوب، نستخدم النصور الشعاعية بوضعية ال ووترز أو وضعية كالدوين أو الطبق المحوري أو الوضعية الجانبية أو الطبق المحوري أو الرنين. طالما هي تجاويف عظمية هوائية، فدور الرنين بشكل عام محدود بدراستها أكثر شيء بالطبق المحوري. تصوير الصورة البسيطة يكون المريض أمام الكاسيت، ومصدر الأشعة أنبوب الأشعة يكون خلف المريض أو أمام المريض. وضعية العيون ووضعية ووترز، وضعية ووترز تستخدم دراسة الجيوب الفكية. يكون المريض واقف أمام الكاسيت مستند طقم المريض على الكاسيت، أنف المريض يبتعد 15 مليمتر أو سنتي ونص من الكاسيت، والشعر المركزي يمر من الجيب الفكية يعني عند عظم جذر الأنف. المريض دقنه مستند على كاسيت، المركزي زاوية 0 أفقي تماما. المريض
طبعا الأنف حوالي 15 ملم. نفذ يمر من الجيوب الجبهية. هي وترز جوب الجوب ال وترز الجوب الفكية بالأنف ماجزير السنس الجوب الفكية شوف فرها بشكل فوق الجوب الفكية عندنا الحجاجين وبين الحجاجين الأعلى بنشوف الفرونتال سينس الجيوب الجبهية مع قسم من الجيوب الوتدية بين بين وأسفل الجبين الفكيين جبين الفم بعض الفك العلوي والسفلي وعندنا القوس العذارية ليجماتيك أرج بالوضعية هاي شايفين الفم مغلق لاحظ أنا بعرف أنه لازم يكون الفم مفتوح لكن هي ترجع نشوفكم الصورة نشوفها من بعد الشباب الوضعية الثانية هي وضعية كادويل. كادويل يكون المريض مستند على الجبهة والأنف. الشعاع المركزي يميل بزاوية 15 إلى 25 للأسفل. حيث يصنع مع الخط الأفقي المارن على جدر الأنف زاوية 20. وهنا بشكل أساسي كالويل إذا كالويل لدراسة الجبين الجبهين شايفين هاي كالويل من جبين الجبهين والحجاجين شوف هنا الجيوب الفكية ما بينه وعن أبدا من عظم الأنف حاجز الوتيرة قرينات متسمة خلايا خشائية في الأسفل جنب الأنف جنب الأذن خلايا خشائية الوضعية الجانبية مثل ما شايفين الصورة المريض مستند بشكل أفقي وجانبي على الكاسيت الشعاع المركزي يمر فوق الصوان الأذن هنا الصورة بما يسمى شبيهة مثل شبيهة السفنومتري نشوف الأطباق أطباق الفك العلوي والسفلي شايفين دائما إذا حطينا قوس إذا حطينا قوس من أنسجة الأخوة من عظم الأنف أسفل يعطينا قوس بحيث يكون مقدمة الأنف بالأمام الشفتين بالوسط ويكون بالأسفل أن الذقن وهذا أطباق نظامي شايفين تسمعنا العمود الهوائي بالعمود الأنفي إذا في ديناميات اسمه يتسم الجبين الفكيين وجبين الجبهين الفراكوات مع بعض والجيوب الوتدية الجيوب الوتدية وين سارة خلف السرج التركي شايفين الصورة الجانبية عندنا خلف أسفل السرج التركي الجيوب الوتدية متراكمة مع بعضها والجبين فكيين فوق الفك السفلي عظام الفك العلوي عفوا والجيوب الجبهية عند عظم جذر الأنف
وضعية الخلفية الأمامية يمكن نستخدم قاسة عظم الفك السفلي، وضعية خلفية أمامية للجمجمة. كمان نريد نستند على الجبهة، ولكن نفس كالدوين، ولكن الشعاع المركزي يمر من عظم جذر الأنف وعند زاوية الفك. نفس كالدوين نريد جبهته على الجهاز، الأنبوب خلفه والجبهة والأنف مستندة، وبيفتح تمه المركزي عند زاوية الفك، إذا معنا عظم الفك السفلي. وضعية الشولر هي وضعية شبه جانبية لدراسة الخلايا الخشائية. نريد نستلقي على جنبه، ويوجد أنبوب الأشعة بحيث تسقط الأشعة على عظم الخشاء بشكل أساسي، وبالتالي هي مفيدة لإظهار الخشائين. الخشاء بالنهاية يكون هو أقرب للكاسيت. نقوم بطوي صيوان الأذن تحت الرأس. نأخذ صورة جانبية، نركز على الخشايين، وضعية شلار لدراسة الخشايين. نرى الطبقة المحورية، في عندنا مجموعة من التراكيب تراكم مع بعضها البعض. صور بسيطة نشوف الحجاجين، عظام الأنف، الحلقة العذارية، نشوف العظم الوجني، نشوف العظم الصخري، العظم الوتدي، كلها تتراكم مع بعضها، وذلك تعطينا تشويش الصورة وأخطاء بالقراءة. وذلك الطبق المحوري أدق، وهو النور الذهبي لدراسة الجيوب. بالأكزيال مقاطع محورية أرضية، أو بالكورونر مقاطع إكليلية. الأطباء الأذنية يحبون الكورونر. شايفين الجيوب الجبهية الفكية وقناة الأنفية والجيوب الوتدية بين معهم. المركب الصناخي العظمي، وهو المنطقة المسؤولة عن تصليب مفرزات الجيب. المنطقة المسؤولة عن تصليب مفرزات الجيب. رأيت صورة الطبقة المحورية. ندرس أول شيء جدران الجيوب، وتظهر بلون أبيض نظرا لكثافتها العالية كما ذكرنا سابقا. أن العظام تظهر بصورة أشعة كما قلنا باللون الأبيض، الغاز يمتص الأشعة السينية وذلك يظهر باللون الأسود، الشحم باللون الرمادي، والعضلات والدم كثافات ذات الطبقة المائية تظهر بلون. التبدلات أو التخرب العظمي، وجود كثافات بطبيعة مائية داخل، وجود نقص تهوية في الأبيض معنا، ووجود سوائل أو وجود سائل غازية تدل على وجود التهاب جوا الحاد. يعني المهم أنه تأكيد على حاجز الوترة، هنا خط ناظر في أي انحراف في حاجز الوترة عندك بالتقرير الشرعي. كثير من عمليات الجماعات الأذنية يعملوا عملية انحراف وترة كما تعرفون. انحراف الوترة لأحد المنخرين أو المنارين يسبب تضييق، وذلك إعاقة للطريق الهوائي وإعاقة بالتنفس. الطبق المحوري يخلينا نميز الكثافة التي تظهر في الحالة المرضية، بما إذا كانت كثافة إيجابية أم كتلة أم مجرد تجمع الدم الرئوي. طبعا مثل ما حكينا الكثافة على مقياس هانسفيلد بالطبق المحوري، إذا كانت كثافة مائية تكون كثافة الماء تقريبا من 0 إلى 20، كثافة الأنسجة حسب محتواها من الماء من 20 إلى 60 إلى 80 هانسفيلد،
وذلك أحيانا ما أسمي إذا كان الكتلة حتى يتم حصول المادة الضليلة. الكتلة تعزز المادة الضليلة بينما التجمعات السائلية لا تعزز المادة الضليلة. كمان المركبات التفوقية تعطينا مركب عالي كثافة يشتغل بالأورام. كيف نميزه عن عدم تعزيز المادة الضليلة بالحقن؟ نشوف المركب الصندوق العظمي محل انفتاح قوات الجيوب الحسية في هنا عندنا ليس في المغز بتاعي ولكن لا يوجد تخرب عظمي. في هنا كمان عندنا انحراف في حاجز الوترة في عندنا كيسة احتباسية في قاعة الجلد في الكلى أيمن وأيسر. ولكن أنت الأهمية ما بتسبب لنا نقص تهوية ولا تسبب تخرب عظمي. لكن في وجود افتراق عظمي أو كسر درج جلد في الكلى الأيمن ننتقل إلى الآفات الالتهابية. آفات الجيوب الالتهابية والتهاب في المخاطير المبطنة الجيوب ولهم ثلاث أنواع: التهاب جيوب حاد، التهاب جيوب مزمن، والتهاب جيوب تحدثي. التهاب الجيوب الحاد يكون غالبا منشأ ثاني، يكون عادة فيروسي ويعد الجيب الفكي أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الجيوب الحاد. الأعلام الواسمة شعاعيا هي سوية سائل غازية دائما في التهاب الجيوب يعطينا سوية سائل غازية من الجلد الفكي. هنا علامات أيضا تسمم وسخانة في بطانة الجلد الفكي. يجب أن نهمل رؤية المركب الصندوقي العظمي حاد الجيب الفكي الصناخ المتوسط. الصناخ المتوسط الجيب الفكي وقد يكون سبب التهاب هو تهوي شاثي القرين المتوسط يضغط على فوهة الجيب ويسبب التهابه. حرق من الجذور العظمية التهابات الحادة قد تتأذى الخلايا الغضارية وتتخرب باعتبارها رقيقة الجدار. الصورة السريرية التهاب الجيوب ممكن يعطينا حرارة يعطينا صداع بالشكل الواسم أبدا يعطينا ألم في الحاجبين. ألم الجيوب يكون حاد في الصباح ويخف مع تقدم النهار. نظرة تجمع المفرزات الأنفية هذا صباحا يكون أشد شيء مع الزمن تدريجيا. إذا الألم واسم يكون المريض يدين حاجبه يجوه فوق العين. التهاب الجيوب المزمن وهو تحول التهاب الجيوب الحاد إلى مزمن يسبب عدم كفاية العلاج أو تكرر العامل المسبب. شعاعيا قد تكون سوية السائل الغازية قليلة. العلامة المميزة التهاب الجيوب المزمن هو الكثافة، نوع الكثافة التهابية في الجيب إنشاء ضمور أو صغر بحجم الجيب حجم لمعة الجيب يعني نقص التهوية نحن نسميها. تكثف ضمن الجيب بدون وجود سوية ونشوف نقص في تهوية الجيب. التهاب الجيوب التحسسي كمان المزمن التحسسي هو عبارة عن رد فعل مناعي مخاطية الجيب تجاه مؤرج ما يعني التهاب الأنف التحسسي مثل عصبات التنفسية التهاب الأنف التحسسي تسمم في جدران الجيب تشوف أكثر من جيب واحد تشوف نقص بالتهوية تشوف بالعادة تناظر بالجيبين فكين. نميز بين التهاب الجيوب الحاد والتهاب الجيوب التحسسي. التهاب الجيوب الحاد يكون تتخن أو تسمك أو أشياء مخاطي
والتحسس الزيادة في تخلط الأشياء المفاضلة. الاستعلاء هذه عاملة مهمة وأسهم في التهاب الحاد، تفجر التويات في التهاب الجو التحسسي. التهاب الجو الحاد الأصابة موضعة، التهاب الجو التحسسي تكون الأصابة غالبا متناظرة أكثر من جيب. قد نشاهد بوليبات في التهاب الجو التحسسي، البوليبات نادرة في التهاب الجو القيفي. نقاط التهاب الجو الآن فيه يؤدي التهاب غير المعالج، اختلاطات عديدة قد تكون خطرة، من الاختلاطات الدماغية إن ندخل فيها تكون قرب المثلث الخطر من الجيوب من الدماغ إلى الطلوع المسافة طبيعية نسبية كثير رقيقة في الخلايا الغربالية وقربها من البرانشين الدماغي، وذلك أي إنتان مزمن يمكن يسبب تخرب في الصفيحة النصفية وانتقال الإنتانات إلى الدماغ. الاختلاطات أو الشيء البوليبات اللي فيها وهي عبارة عن آفات بشكل كتل صغيرة، البوليبات تظهر على الأشياء المخاطية تبرز من فوهة الجيب إلى المنخر أو المنعر، نعم من فوهتين الأنف المنخرين والقسم الخلفي يسمون المنعر، وقد تمتد وتتدلى البوليبات من البلعوم الأنفي. بالنسبة لالتهاب الجو مثل البوليبات على الصور الستيتي تظهر كثافات في الحالتين، ولكن عند ملاحظة إصابة في أكثر من جيب أنفي وجدة رقيقة نرجع السبب التحسس دائما. صراحة صعب التمييز بيناتها، ولكن تكون ترقق الجدران الجيوب والخلايا الغربالية. القيلة المخاطية والمخاطية القيحية، وهي تشكل كيسي ينجم عن تجمع المخاط ضمن الجوف يتجه لسداد فوهة أحد الغدد المخاطية، ويزرع عن السائل من خلال قياس الكثافة على السي تي، يعتبر كثافة السائل بكثيف من 20 إلى 30. السائل الراغب بشكل عام يأخذ من 0 إلى 20، كل ما زاد كثافته السائل يزداد الهانسفنت، يزداد حجم القيلة المخاطية وتخرب العظم المجاور حيث تسبب تآكل عظمي واضح. هنا أفاسيم أحيانا تمتد الجيب المجاور ممكن تعملنا تخرب في الجيب من القيلة المخاطية، ومن الممكن أن تختلط بإنتان فتصبح قيلة مخاطية قيحية، وقد نجأ الخزعة في تشخيصها. العظم والنقي ممكن منها التهاب الجيوب تبنى إنتان بالبنية العظمية لجدران الجيوب الفكية. الجيوب عظم الإصابة والجيوب الفكية. العلامة الشيوعية كثافة وذمة تشظي عظمي إذا تخرب عظمي هو الآلية الالتهابية. هذا الجيوب مثل الكسور من أشعة الأصابات الرضية للجيوب هي قسم الحسن والحسن خاصة بالصور الطبق المحوري أو الصور البسيطة. من المهم جدا بعد أن نشخص الكسر من حد موقعه ومعرفة محتوى الجيب الذي تعرض لضرر الكسر، فقد يكون محتوى جيوش طايح أو إنتان أو دم داخل الجيب، وهنا قد تحتاج استخدام جراحية الجيب النزف. تكمن أهمية تحديد موقع الكسر في توقع الاختلاطات المتعلقة بإمكانه وليس تدبيرها، مثل كسور الخلايا الغربالية والتي تعد من أخطر الكسور المتعلقة بالجيوب. أن توقع سائل دماغ شوكي إن الخلايا الغربالية أو الصفيحة المصفوية الكسر فيها نشوف سائل دماغ شوكي ينزل من الأنف
شكل فقاعات هوائية، شكل كمان كسور الجيب الوجدي عاد في سياق، شاهد في سياق كسور قاعة الجمجمة، يمكن أن تجد الفقاعة القحفية الأمامية والعظم الصدري وضعية بدل وتاز بتحديد نواف الجيب الفكي، وضعية كادويل في تحديد الجيوب الجلفية. ومن العلامات المشاهدة في الـ CT هي كسور الجيوب، نشوف الدم أو الفضايا داخل الدماغ، وتجد امتداد الهواء، أي وجود هواء داخل الجمجمة في السياق الرضي دائما يكون في عندك كسور في قاعة الجمجمة، وغالبا بكسر أحد الجيوب المحتوى الجيوب الجمهية هو محتوى هوائي، فلما نشوف هواء داخل القحم نشوف يعني كسر في جدار أحد هذه الجيوب. من طبقة محورية في الجيب الفكي الأيمن وتكتف نصفي، لأن علامات افتراق في عظم جذر الأنف في الأمام، عظم جذر الأنف في الأيسر. بعد كسور الحجاجين شائعة وغالبا تترافق مع شظايا عظمية، فإنه هنا يجب أن تأكد من سلامة العصب الوصي والعضلات المحركة العين وثبات كرة العين في مكانها بعد الكسر. يجب أن نحدد هل الكسر متبدل أم لا، دائما لما نصف كسر هل الكسر متبدل أم لا، عند الحواف وعدم تماسها تباعد الحواف هو يدلنا التبدل. ونشاهد كسور الحجاجين وذ ما حول الحجاج أو نشاهد هواء ضمن الحجاج. نشاهد كتلة في السدرخ وأورام دموي هيماتوم ممتد للجيب الفكي. شوف إذا نحسن أعطيكم بعض مقاطع نفس الشيء. الشباب هنا هاي المقاطع راح أعطيكم إياها، راح ناخذها يوم الاثنين ان شاء الله تعالى، راح يجينا اسئله كثيره. هل حدا له اي سؤال عن موضوع حضرتك من الشباب؟ هل حدا عنده أي سؤال موضوع محاضرة الجيوب؟
دكتور بس لو سمحت أنا بتقدر تشرح لنا صورة الطبق المحوري الموجودة بداية المحاضرة؟ المحاضرة ولا نهايتها؟ طيب ايه دكتور هدلول؟ طيب هي صورة طبقي محوري أكزيال يعني محورية مقاطع معترضة في بين الفكين، بنلاحظ وجود الجيب الفكي الأيمن والأيسر يحمل فيه كيسة تكثف بيضوي في قاعة الجيب الفكي الأيمن، يعني جوب الوتدية، الوتدية هي جوب الوتدية ألف وأنسي الجيوب الفكية، نشوف حاجز الوترة، خلايا الخشائية بالعظم الصخري، نشوف عظم جذر الأنف بالأمام، نشوف هاي العليز قوس العذاري العظم المجني بس منها ظاهر، هي صورة إكليلية، وضع إكليلي، الطبق المحوري، نشوف الجيوب مملوءة بالهواء. الأسود. نشوف جدار الحجاجين وجدار الجدر العظمية بلون أبيض، نشوف عندنا الحجاجين كرتي العين والحركة العضلات المحركة للعين، نشوف قسم من الخلايا الغربالية جانب الحجاجين، نشوف عندنا الجيوب الجبهية بداية الجيوب الجبهية، طبعا احنا هنا بالطبق المحلي ندرس أكثر من مقطع بس هنا حطينا مقطع واحد ندرسه، شايفين القرينات المتوسطة والعلوية، محل الإشارة البيضاء، تحت أن اللسان أسفل المنخرين هو سقف الفم في اللسان يسمى بالحنك الصلب يعني سقف الفم. في حدا عنده أي سؤال؟ الآن الخلايا الدمعية الغدد الدمعية تصب ضمن تجويف الأنف، الخلايا الدمعية تصب أيضا ضمن تجويف الأنف، وذلك لما يكون في عندنا انسداد في مدى القناة الدمعية يكون مشاركة بين الطبيبة العينية والأذنية بفتح المسار. تعالوا أي سؤال يا شباب؟ تمام دكتور الله يعطيك العافية. يعطيكم العافية. والثانية موعدنا إن شاء الله في الكلية الساعة 8 صباحا. ولسه في عندنا 4 محاضرات راح نعطي بهن أسبوعين، هذه كل أسبوع محاضرتين إن شاء الله تعالى، إن شاء الله ما نحتاج نقرر عليكم أي شيء. يعطيكم العافية وشكرا لكم. الله يعافيك دكتورنا، الله يجزيك الخير يا رب.